الأموي كان ميل الشائك بالنسبة ليوسفي منذ تحمله المسؤولية على رأس الاتحاد الشراكي إلى مغادرة هذه المسؤولية، ومنذ تحمله المسؤولية على رأس الحكومة إلى مغادرة هذه المسؤولية. كتقولوا أيضا أن كان ميل الشائك بالاعتقال دياله، وميل الشائك بإطلاق السراح دياله، وميل الشائك بالتعاون معه أو العكس، يعني كان فعلا مشاهدينا الأعزاء أهلا بكم، سعداء بتواصلنا معكم وسعداء بتواصل حوارنا مع الأستاذ محمد حافظ، أستاذ لسانيات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والمناضل السياسي. الأستاذ حافظ يجر وراءه طبعا مسار سياسي حافل، تدرج في الشبيبة الاتحادية، كان كاتبها العام في مرحلة لاحقة، مارس العمل الصحفي من خلال جريدة النشرة، ثم فيما بعد كرئيس تحرير للصحيفة، ثم فيما بعد للحياة الجديدة. صدر مؤخرا للأستاذ محمد حفيظ كتاب بالاشتراك مع الدكتور أحمد بوز، اليوسفي كما عشناه، أوراق من زمن السياسة. في حلقات سابقة مع الأستاذ محمد حفيظ تناولنا قصة المقعد البرلماني اللي أعلن فوزه فيه ورفضه، كما تناولنا مع بعض جوانب التجربة السياسية. في هذه الحلقة سنواصل حوارنا مع الأستاذ محمد حافظ. نعيد الترحيب بك الأستاذ محمد حافظ. شكرا سي ناصري. تكلمنا في حلقة الأمس على الملف الشائك اللي لقاه عبد الرحمن اليوسفي في 1992 بعد ما أصبح كاتب أول، واللي طبعا انتم في كتابكم اليوسفي كما عشناه انت والدكتور احمد بوز قلتوا ان هذا الملف الشائك اللي لقى عبد الرحمن اليوسفي. اذن عبد الرحمن اليوسفي الاموي قلت لنا انه من موقعه النقبي خلق واحد الكاريزما، واحد نوع من شخصيه قياديه اللي عندها تاثير كبير على المستوى النقبي، وهذا انعكس على المستوى الحزبي، وبالتالي أصبح مزعج على المستويين السياسي والحزبي. إذن تم اعتقاله. تقولون أن عبد الرحمن اليوسفي هاد الملف حرجه وكان كالقابض على الجمر، كيف كان كالقابض على الجمر؟ أولا ملي تعتقل الأموي هذيك المحاكمة اللي تابعوها المغاربة، في الحقيقة كنتكلموا ممكن نتكلموا عليها باعتبارها محاكمة القرن، لأنه من أكبر المحاكمات السياسية في المغرب، بالنظر إلى أولا الاهتمام اللي لقاته عند الرأي العام الوطني والدولي، وكذلك بالنظر إلى عدد المحامين، يعني بالمئات الذين لربما يفوق ألف محامي، يفوق ألف محامي لتنصبوا للدفاع عن نوبير الأموي. والقضية في حقيقة انتقلت من محاكمة نوبير الأموي إلى محاكمة السياسة ديال الدولة والسياسة الحكومية. والإشارة هاد المحامين تواجهوا مع محامي شهير وقتها الذي سمي بمحامي محامي الحكومة، هو المحامي المعتقل اليوم محمد زيان. معنى كان في مواجهات ما يفوق ألف محامي، أكثر من ألف محامي تماما. وكان يعني هذه القضية بالإضافة لهذا البعد اللي خارج أسوار ديال أو تنظيمات ديال الحزب، كان عندها تداعيات داخل الحزب. بطبع الحال من تعتقل نوبير الأموي كان نائب ديالو هو المرحوم الدكتور عبد المجيد بوزوبة، والذي أصبح هو الذي يسير النقابة. ولاحظنا أن عدد من القياديين داخل الاتحاد الشراكي يعني لم يعني بالنسبة إليهم ربما هذه فرصة لكي يتخلصوا من الأموي. من الأموي. وكانت يعني دعوة لعبد المجيد بوزوبة باش يتحمل المسؤولية على رأس النقابة، الأموي راه في السجن، صدر الحكم إلى آخره. فما كانش هذاك الحجم ديال التضامن اللي كان منتظر بالنسبة لبعض القياديين، ولكن صفوف التنظيمات الحزبية على الصعيد المحلي والإقليمي، وكذلك صفوف الشبيبة الاتحادية،
كان واحد زخم كبير، كان واحد الدعم كبير، وكانت تشكلت واحد اللجنه الوطنيه للتضامن مع الامويين والطلبه باطلاق سراحه، اللي فيها اتحاديين وغير اتحاديين. تقريبا كانت مناسبه باش يلتقي الاتحادين مع واحد العدد ديال المناضلين الحقوقيين، وكذلك واحد العدد ديال التيارات اليساريه اللي دخلت لهذيك اللجنه. وعمليا اليوسف وجد نفسه في واحد الوضعيه ما بين هذا الزخم ديال التضامن مع الاموي، وما بين المحاولة اللي كانت داخل الحزب ديال انه يتم التخلص من الاموي. ففي الحقيقه كان بين نارين، وكنا كنلاحظوا بانه هو نفسه ما مشاش بعيد فد المعركه، ولكن هو كان قريب منه الاموي الحدود هذيك اللحظه. الاموي كان بطبيعه الحال كان حينما تحمل اليوسفي المسؤوليه، كانوا جوج ديال المكونات داخل الحزب اللي كيدعموه بدرجه اولى، كان يعني الشبيبه الاتحاديه وما يسمى بالتيار النقابي اللي كان على راسه المبير الاموي. اذا الى حدود هذه اللحظه كان يعني يفترض ان اليوسفي يعني يتصرف بواحد القوه في حجم هذه المعركه، ولكن لاحظنا بانه يعني لاحظنا في الشبيبه بانه كان انزعاج ديال بعض المحسوبين على التيار الاخر من هذيك الحركه ديال التضامن اللي كانت. بل اكثر من هذا، ما زلت اتذكر انه البعض كان يرفض انه يعني مناضلين حقوقيين خالصوا في الاتحاد الشراكي اللي كينتموا للتيارات اليساريه يكونوا في هذيك اللجان. وما زلت اتذكر كان عندنا واحد المجلس الاقليمي ديال الاتحاد الشراكي في الدار البيضاء، هو اعلى جهاز على صعيد مدينه الدار البيضاء، واستبقنا الاجتماع، جبنا ملصقات اللي فيها الصور ديال الاموي ديال اللجنه ولصقناها في المقر كله، ودفعنا من ذلك الموقع ديال بالعكس خص الاحتفاء بهذا الالتحاق ديال الناس من خارج. ولكن كتقولوا انتم في الكتاب ان لربما الاموي نفسه كان كيصعب مهمه اليوسفي في هذا الصدد، كتشيروا لانه شي لجنه وربما من المكتب السياسي بغات تزور الاموي في السجن، وقد يكون فيها حتى اليوسفي، ورفض الاموي استقبالهم. لا، وهذا الرفض فعلا كانت اللجنه غادا تزور الاموي، ولكن رفض استقبالهم. هو من داخل السجن كان يتتبع ما كان يجري من الخارج، وربما ذلك كان موقف ديال عدم الارتياح ديالو للحجم ديال التضامن معه نفسه. وطبيعة الحال وصلته اخبار بانه كانت محاوله لابعاده والتخلص منه، هو تسليم المركزيه النقابيه لنائبه لكي يصبح هو الكاتب العام. فهذاك الرفض كان بمثابة احتجاج على ما كان يصله وهو في السجن. نعم. طبعا كتقولوا ايضا ان الاموي حتى بعد اطلاق السراح وطبعا بعفو استمر او اصبح مشكله بالنسبه لعبد الرحمن اليوسفي ككاتب اول او فيما بعد كوزير اول. وهنا كتجيبوا واحد التعبير كتقولوا المواقف والمبادرات الغامضه والمفاجئه لنبير الاموي. هو من الاشياء اللي معروفه على الاموي هو بعض المرات يعني كيقدر يدير شي موقف مفاجئ مباغت، وحنا ذكرنا في الكتاب واحد المجموعه من امثله كثيره. مثلا من بين الامثله هي استضافه وزير الداخليه الاسبق الراحل دريس مصريف للمؤتمر ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل اللي كان في 1997 دار بيضاء تماما، وكان الحضور ديال مباغت يعني كذلك معنى الاموي يستقبل دريس البصري، دريس البصري في غياب عبد الرحمن اليوسفي. تماما، في غياب عبد الرحمن اليوسفي لم يحضر عبد الرحمن اليوسفي، قيل انه لعذر ما لم يتمكن من الحضور. و يعني فوجئ اعضاء المؤتمر، فوجئ النقابيون، فوجئ الحزبيون اللي كانوا حاضرين، واحتفى بالحضور ديال دريس البصري. كذلك الموقف الذي عبر عنه الفريق ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في البرلمان من التصريح الحكومي، كان موقف قوي قاسي وقوي جدا اللي قدمه المرحوم. معنا قالوا ان قالوا هذا التناوب هذا لا يلزمنا، يعني يمكن ان يعني ربما كان اقوى موقف
يعني معارض لمضمون ومحتوى البرنامج الحكومي. والحال مع عبد الرحمن يوسفي كان ينتظر الدعم. طبيعة الحال كان ينتظر الدعم، بالنسبة لي ينتظر الدعم من الفريق ديال الحزب ديالو، بالإضافة للفرق ديال الأحزاب المشاركة في الحكومة، ومن الفريق ديال الكونفدرالية الديمقراطية الشغل اللي كان في، وربما سياسيا من الكونفدرالية مهم له أكثر، يكون قوي. وإذا هذاك الموقف كذلك أحرج وأزعج عبد الرحمن اليوسفي، واستمر هذا الوضع إلى آخر يعني مرحلة اللي هي تتوج بالموقف من يعني ما جرى في المؤتمر السادس اللي عمليا كان 2001 واليوسفي وقتها وزير أول، كان وزير أول، كاتب أول وزير أول، هو أول مؤتمر يحضره ويحضره اليوسفي باعتباره كاتب أول، لأنه هو ولا كاتب أول بعد وفاة عبد الرحيم بوعبيد. إذن يعني لم ينتخب من المؤتمر، هو خلف عبد الرحيم 1992 وبقى حتى 2001 عاد دار المؤتمر، ولكن أول مؤتمر ينظمه باعتباره كاتب أول شهد ذلك الحدث اللي كان انشقاق عمليا، يعني انشقاق متعدد في الحقيقة، لأنه خرج تيار النقابي انسحب من المؤتمر في الصباح أنا بقياده الاموي، بقياده الاموي، وهذا الانسحاب نفسه كان مباغت، كان مباغت لينا حنا، لان الى حدود يعني انعقاد المؤتمر قبيل انعقاد المؤتمر بايام، وانا رويت واحد الحدث كان وقع، كان دعاني عبد الرحمن في الحضور في اجتماع مع اعضاء المكتب السياسي قبيل انعقاد المؤتمر باقل من اسبوع، اظن في احد ايام الجمعه، وكان بسبب رساله كنت ارسلتها لعبد الرحمن اليوسفي، كنت انا ذاك فواحد المهمه ككاتب عام الشباب الاتحاديه باش ناطر واحد العرض في اسم اللول في اكادير، وانا في الطريق بلغني العمليه ديال الانتخاب ديال المؤتمرين، كانت تصل تقارير بانه عمليات يعني لم يسبق التعشركي ان شهدها، يعني انزالات الزوار ديال اللوائح، كتعتبروا اصحاب اليازغي كانوا هما اللي كانوا كيهيئوا، كانوا يعني متحكمين في هذه العمليه. فدرت واحد الرساله ورسلتها يعني من اللي نزلت من وصلت يعني كتبتها تقريبا في الطريق، وارسلتها الى الفاك عبر الفاكس، لان ديك الساعه كاين الفاكس للمقر الوطني ديال الحزب من ايتمن اللول، راه موقع نسبة ايتمن اللول. فانتظرت اليوم الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، ما كان حتى شي تجاوب، كان خبر فيه عبد الرحمن الشيب بما جرى، يعني ما جرى يعني مخالف لكل القواعد ديال الديمقراطيه ومخالف لما نولد به داخل المجتمع، ممارسات يعني لا يمكن ان نقبلها نجرف الحزب ديالنا. اذا استدعاك عبد الرحمن اليوسفي الاجتماع مع المكتب السياسي؟ امتى استدعاني؟ لاني دازت خمس ايام اضطريت نشرها في احدى الصحف المستقله وهي جريده الصحيفه اللي غادي تكون من بعد رئيس التحرير تماما، نشرتها على صدر الصفحه الاولى، أظن العنوان ما زلت أتذكر، أخي عبد الرحمن أوقفوا هذا العبث. فبمجرد ما نزل العدد في هذاك نفس اليوم اللي كان غادي يجتمع فيه المكتب السياسي، فاستدعاني للاجتماع، و ما بغيتش نحضر بوحدي، كاين الأخت فاطمة الزهراء الشافعي عضوة المكتب الوطني للشباب الاتحادية في الدار البيضاء، اتصلت بها لقيتها مازال في الدار البيضاء كتحضر معايا الاجتماع. وفي هذا الاجتماع استغرب اليوسفي، قال كيف أرسلت لي رسالة فإذا بك نقراها في وسائل الإعلام؟ قلت لي انتظرت خمسة أيام ما تفاعلتيش مع الرسالة، هذيك الرسالة راه قلتها في الرسالة بأن هذا الأمر أو الوضع ديال الاتحاد الشركي اليوم ما كيهمش فقط المناضلين ديالو الأعضاء ديالو، كيهم الرأي العام كله، وبالتالي كان خصني ننشرها. ف هنا وقلت لي بأنه الآن تأكد ما كنا ننبه إليه، ولذلك فأنا كنخبركم الآن سأقاطع المؤتمر الوطني السادس. فأنا الدخل الأموي، ما يمكنش تقاطعوا المؤتمر، هذا مؤتمر ديالكم أنتم الشباب، إلا قاطعتوا أنتم شكون اللي غادي، أنتم مال الخلاف خصكم تبقاو في المؤتمر وتدافعوا على وجهة نظر ديالكم وتقاوموا باش. إذا السيد يدافع على ضرورة الحضور للمؤتمر. إذا أنتم فإذا به في صبيحة المؤتمر قبل انطلاق أشغال المؤتمر، بعدما عاين ما جرى فعلا الاشياء التي كانت يعني وقعت، فاعلن الانسحاب. فهذه بعض الاشياء المباغته وفيها شويه الغموض وفيها المباغته هي اللي شرنا لها. فاذا
في الحقيقة الأموي كان ميل الشائك بالنسبة ليوسفي منذ تحمله المسؤولية على رأس الاتحاد الشراكي إلى مغادرة هذه المسؤولية، ومنذ تحمله المسؤولية على رأس الحكومة إلى مغادرة هذه المسؤولية. كتقولوا أيضا كان ميل الشائك بالاعتقال ديالو، وميل الشائك بإطلاق السراح ديالو، وميل الشائك بالتعاون معه أو العكس، يعني كان فعلا كتقولوا أيضا أن كان عندكم مشكلة مع الأموي هو الشك، لدرجة كيقولوا أن في تصريح ما قال أشك في نفسي. فعلا هذه الناس كلهم اللي يعرفوا الأموي وكانوا كي يعني يشتغلوا معاه سواء في الحزب أو في النقابة كانت عندهم هذه الملاحظة، يعني إلى درجة أنه قبل ما يقولوا هذه العبارة كانوا عدد الماضي كيقولوا بأن الأموي راه كيشك في راسه، يعني نوع الأسئلة اللي كيطرح، يعني مثلا كتجي كتقترح شي اقتراح كيقول لك قبل ما تجي معاه تلاقيتي. وهذا بالمناسبة هذه المسألة كان قالها السي محمد الساسي، جا شي اقتراح ديال شي هذا قال لي السي محمد ما تلاقيتي قبل ما تجي عندي. فإذا دائما كان كيشك من خلال الأسئلة ولا لم يكن يطمئن إلى أي أحد. طبعا أيضا كتشيروا لهذه المسألة هذه، كتقولوا أنها مرة اليوسفي قال الساسي قال له الأموي لا يساعدني. وهذا لأنه بالنسبة إليه احنا ما نساوش من اللي اليوسفي قدم استقالته مشى لكان 1993 في 1993 مباشرة عقب إعلان نتائج ديال الثلث غير المباشر اللي رجع الاتحاد الشراكي من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة في الثلثين. كان الاتحاد الشراكي هو رقم واحد، ولكن من نداج الثلث غير المباشر ولا هو الخامس. فهذه القضية أزعجت الإشارة البرلمان كان كيتشكل من ثلثين مباشر. اعتبرت بأن هذه الاستقالة ديال اليوسفي لأنه هو ما ذكرش فيها الأسباب، هو فقط ترك رسالة لدى المكتب السياسي وطلب منه أن يشرحها وينشرها وقت ما شاء ويفسرها كما أراد. فجزء من الاتحادين كانوا يعتبروا اليوسفي مشارك الكاتب الأول اللي هو محمد اليازهي. كان نائب الكاتب الأول، ولكن بدا كيستعمل عبارات الكاتب الأول بالنيابة رغم أنها هي ما كيناش، فكاين الكاتب الأول ونائب الكاتب الأول. فشكون اللي لعب واحد الدور كبير باش يعني وقف هذا المسار اللي كان باغي يعني يتخلص من اليوسفي، وفي نفس الوقت يعطي واحد الدعم قوي لعبد الرحمن اليوسفي باش يرجع هو ما يسمى بالتيار النقابي بقياده نوبير الاموي والشبيبه الاتحاديه بقياده محمد الساسي. تماما انا ذاك. فاذا هاد هو بالنسبه ليه يعني سيكتشف ان الاموي ما وقعش اليوسفي شيك على بياض، هو دعمه في مواجهة واحد تيار مناهض له، لأنه كل واحد بغي يتخلص من الآخر في الحقيقة، وهذا هو الذي تأكد في المؤتمر السادس. واللي كيأكد هذا هو عقد الأموي للمؤتمر ديال الكونفدرالية في العيون قبل المؤتمر السادس بأسبوع. هذه في 2001 2001 وانا 15 يوم قبل المؤتمر قبل المؤتمر في المؤتمر، فهذه تاهي خلقت واحد الارتباط. وفي هذاك المؤتمر تخلص من صحاب اليازغي كلهم، تخلص من يعني لأنه طرح سؤال شنو هي الدواعي اللي خلات الأموي ديال المؤتمر 15 يوم قبل المؤتمر ديال الحزب في الوقت اللي سيشغل عدد كبير من الأعضاء ديال النقابة اللي هما قياديين في الحزب وفي النقابة عوض ما يحضروا الانتخاب المؤتمرين ديال المؤتمر الحزب، انشغلوا بالتحضير للمؤتمر الكونفدرالية وفي العيون، بمعنى انه سيتنقلون يعني من جميع المناطق في المغرب الى العيون، بمعنى تركوا الساحه فارغه للتيار الاخر ليتحكم في التحضير للمؤتمر. فربما كانت عندهم معطيات ربما بانه هناك سعي للتخلص منه، وبالتالي حينما سيتم التخلص منهم من الحزب مباشرة سيتم التخلص منهم من الكونفدرالية. فربما استبق هاد الأمر هذا وتحكم في الكونفدرالية. شكرا المواجهة كانت مواجهة بين التيارين، وإلى حدود في واحد مرحلة معينة كان اليوسفي بدون تيار، ولكن بمجرد ما أصبح وزير أول هو كذلك ولا عنده. نعم، نواصل الحوار معك الأستاذ محمد حفيظ في حلقة قادمة. مشاهدينا الأعزاء شكرا على المتابعة، ويتواصل حوارنا مع الأستاذ محمد حفيظ في حلقة قادمة.